ممكن. يعني انت كشفتي لي السر عشان الفلوس تروح لوحدة تانية؟ ما كانت هتاخدهم تمن حياتك. ايوه بس هي اتفقت على حياتي. لا ما كملتش يا باشا، ما رضيتش، ما رضيتش تسمع اللي طلب منها وتموتك بايديها، ما رضيتش تغمي عينيها وتسلك الراجل البلطجي. كفاية احساسها بالذنب، ولو ده كله مش مكفيك احسبها حسبة تانية واشتري منها اوصاف الراجل اللي اتسلط عليك. انا بجد مش قادر افهمك، واحدة زيك بتتعب وتشقى، عندها خمس عيال، ما جوزتش غير واحدة فيهم والتانية على وش جواز، ازاي ترفض مبلغ زي ده وتسيب الواحدة تانية؟ ما انا بعمل كده عشان خاطر عيالي. يعني ايه عشان خاطر عيالك؟ انت فاكر ان انا ربيتهم بالفلوس؟ هم ربيتيهم ازاي؟ بالبركة يا باشا، بركة الناس اللي بتدعيلي لما بعمل لهم خدمة صغيرة، بركة التلاميذ اللي بقعد معاهم في الحوش وقعد أحكي لهم حواديت ويعضعضوا في إيدي ويقابلوني في الشارع بعد 20 سنة ياخدوني بالحضن ويبوسوا إيدي، بركة خوفي، خوفي من القرش الحرام لأكل بيه ولادي، بركة جوزي اللي مات شهيد وساب لي كل البركة في ولادي. أنا أم يا سعادة الباشا، ويصعب عليا ان اشوف الفلوس دي كلها واستخسرها في عيالي، بس انا مؤمنه ومتاكده ان انا لو ساعدت في علاج المسكين الصغير ده ربنا هيردها لي في عيالي، في صحتهم وفي عافيتهم، وهيكفيهم شر المرض، وده كله ما يتقدرش بملء روح. فعلا فعلا ما يتقدرش بملء روح. ماشي يا ست، ماشي ماشي.